تفضل عرف نفسك. ايوه السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ابتسام عبد العزيز من محافظه البحيره، وجايه يوم الثلاث زياره عند اختي هنا، فتشاءل نشوف الظروف، نشوف الساعه 11 بالليل. مهزله مهزله اكتر من ثوره 25 يناير، من اللي حصل من الشرطه ومن الثوار في ميدان التحرير، واحنا قاعدين في 15 شارع باب اللوق جنب التحرير بالظبط، واللي شفناه ما يتحكيش حتى، يعني بلفظ بالالفاظ اللي قالوها الضباط والعساكر. وطبعا الضباط قالوا للامن المركزي عليكم بالقنابل، بقى يدونا، احنا قاعدين فوق في البلكونات وبقت الدموع، يعني مش عارف مش شايفين ومخنوقين من القنابل المسيله للدموع، وده حرام وما يرضيش حد. وكانت مهزله من 11 مساء لحد الساعه 3 الفجر، قبل الفجر، مهزله بين الشرطه وبين الثوار. وطبعا في من ده وفي من ده، لما واحد ضربني برصاص مطاط ويضربني بقنابل المسيله للدموع، انا هضربه بايه؟ ما اقل واحد كان بيعمل بالطوب لان بينقذ نفسه. واحنا عشنا ليله ماساه ماساه ماساه. حرام حرام. فين الناس دي؟ فين الحكومه؟ فين الجيش اللي بيقول ان احنا بنحمي الناس وبنحمي الشعب؟ فين القوات المسلحه؟ ما شفناش الكلام ده كله الا تاني يوم عشان بيوعدوهم عن وزاره الداخليه. خلاص؟ علشان وعشان ايه؟ هم معلش سوري عن اللفظ. القوات المسلحه مش بتحمي الشعب، بتحمي الداخليه. هي بتحمي الداخليه ما بتحميش الشعب. الشعب واقف اهوت في منتهى الجمال وفي منتهى الشفافيه. وثوره نظيفه اهيت زي ما بيقولوا عليهم بلطجيه، هو مفيش حد بلطجيه. البلطجيه بتطلع من الشرطه العسكريه. بتطلع من الشرطه البلطجيه، وهم عارفين البلطجيه وجايبينهم البلطجيه عشان يعملوا الفتنه اللي هم عملوها في مسرح البلوم. ويقولوا عاملين تكريم للشهداء. فين التكريم للشهداء؟ كرموا الشهداء يوم ما عايزين تكرموا الشهداء، كرموهم يوم ما يتعدم حبيب العدلي. ده تكريم لاهالي الشهداء، مش الكلام اللي احنا بنسمعوه واللي احنا بنشوفوه واللي احنا بتصبرونا باللي احنا جايين لكم ايه ومش جايين لكم ايه وهنعمل لكم ايه، ولا بتعملوا. لا عصام شرف عمل، ولا المشير عمل، ولا اي حد عمل. فين اللي عملوه؟ احنا حطيناهم على كراسي وبرضه هننزلوهم من على الكراسي. وشكرا. شكرا. شكرا.